تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون مليئة بالمعلومات التي إن شاء الله قد توصلنا إلى نمط الحياة الصحي المرجو وتقينا من العديد من الأمراض. عموما في بداية هذه الحلقة نرحب بطاقم البرنامج معنا في التنسيق، معنا الأخت ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا نمر محمد عبده في الإخراج، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وأرقام التواصل بتخبركم عنها الدكتورة ندى المنى، صبحت الله بالخير. صبحك الله بالنور. أشوف تعطيتيني النظرة هذه، ما تتريني لما خلص الكلام. قلت حبي خلص البرنامج محمود وبيقول آخر شيء أوه نسينا نقدمها. صباحكم ورد في يوم الأثنين، يحبك الأثنين، يوم جميل ما شاء الله، الجو اليوم فعلا 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 رائع، ضباب وغيم وبرودة، أهم شيء تدفون عدل يا جماعة، ترى الجو بارد ونتوقع زيادة في حالات الإنفلونزا مع الجو الجميل هذا، فالدفى وعدل. ونصبح عليكم الخير وأذكركم برقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي هيئة الصحة في دبي على الانستغرام. طيب نبتدي معاكم على طول على الدراسة اللي موجود عندنا أو الخبر اللي طالعنا فيه الصحف ووكالات الأنباء العالمية. وجبات الأطفال الخفيفة ينصح بألا تتجاوز 100 سعرة حرارية في اليوم. قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن 50% من السكر الذي يتناوله الأطفال في إنجلترا يأتي من الوجبات الخفيفة غير الصحية والمشروبات الغازية. وأشارت الهيئة إلى أن أطفال المدارس الابتدائية يتناولون في المتوسط ما لا يقل عن 3 وجبات سكرية خفيفة يوميا، وهذا يعني أنه يمكن أن يستهلكوا بسهولة 3 أضعاف الحد الأقصى الموصى به من السكر. وقد أطلقت الهيئة حملة لتشجيع الآباء على البحث عن وجبات خفيفة صحية لا تزيد قيمتها الغذائية عن 100 سعرة حرارية والحد منها بحيث لا تزيد على وجبتين يوميا. طبعا الحملة التغيير من أجل الحياة، هذا شعارها، لتستمر يعني 8 أسابيع. تقدم خصومات على المنتجات مثل الخبز المصنوع من الشعير، اللبن الرائب الذي توجد به كميات منخفضة من السكر، المشروبات الخالية من السكر في بعض محلات السوبر ماركت. واستهلك الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات يعني 51.2% من السكر الذي يتناولونه من الوجبات الغير صحية، بما في ذلك البسكوت، الكيك، الحلوى، المشروبات الغازية، العصائر، حسب مسح عن الحمية الغذائية اللي أجرتها هيئة الصحة العامة. في كل عام يستهلك الأطفال في المتوسط نحو 400 قطعة بسكويت و120 كعكة و100 قطعة من الحلوى و70 قطعة شوكولا وآيس كريم، هذا في إنجلترا، و150 كيس عصير ومشروب غازي. يؤدي تناول الكميات الكبيرة من السكر إلى تسوس الأسنان والسمنة. طبعا نحن يعني الدراسات عندنا أصلا هذه المسائل وايد عالية، ما نتكلم عنها حتى في هيئة الصحة في مجموعة إحصاءات يعني والدراسات ذكرناها سابقا، يقولك بين كثرات أطفال طفل سمين،
ولا وبين كل ثلاث اطفال بعد طفلين اسنانهم متسوسه او بين خمسه ثلاث اطفال اسنانهم متسوسه، يعني النسبه عندنا جدا 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 عاليه. المهم السعرات الحراريه في الوجبات الخفيفه، الايس كريم حوالي 175 سعره حراريه، حزمه من الرقائق البطاطس يعني 190 سعره حراريه، قطعه من الشوكولاته 200 سعره حراريه، الكيك 270 سعره حراريه، هذه كلها سعرات حرارية. المهم الحملة هذه تغيير من أجل الحياة، توصي الأباء بإعطاء أطفالهم وجبتين خفيفتين من المقبلات كحد أقصى يوميا بسعرات حرارية لا تزيد عن 100 سعرة حرارية لكل منهما، بعيدا عن الفواكه والخضروات. طيب يعني إذا آخر الدراسة فيها الكثير من المواضيع اللي هي حقيقة يعني ترتكز على كمية السكر اللي يحصل عليها الأطفال من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية، هي كمية هائلة. من الصعب في كثير من الأحيان التمييز ما بين الوجبات الخفيفة الصحية وغير الصحية. صحيح. كيف نقدر نميز دكتورة؟ محمود أولا ضروري جدا أن احنا نقرأ المعلومات اللي تكون خلف كل شيء راح نشتري، خصوصا لعيالنا. احنا بالعاده الكبار ما نشتري اشياء من على الارفف يكون فيها سعرات حراريه كبيره كقطعه يعني نفسها، ولكن عند الاطفال دائما اقروا السعرات الحراريه، كل كيس كم سعره حراريه بيعطي، رقم واحد. رقم اثنين لازم في امهات محمود وادي من العياده يقول دكتوره انا احس انه صعب امنع طفلي ان ياكل السناكس هذه الاكلات الخفيفه الشيبس والكاكاو وغيرها. المسألة مو بصعب، المسألة يبالها شوية سياسة. كيف؟ لازم نعلم أطفالنا من البداية إن أنا لما أسير السوبر ماركت أخذهم معي. طبعا لما أخذ العيال السوبر ماركت ما تكون في أثناء المير الشهري لما أسير شغلات البيت، لا ما رح تشترين شيء، لا زيارة خاصة معهم هم، روحي أماكن موجودة فيها السناكس الأرفف ما شاء الله الغنية. تشوفين الطفل طبعا بالعادة بياخذ 3-4-5 حبات، انت تفاوضي معه قولي له ماما بناخذ احنا حبتين او ثلاثه وبنحط في السله اشياء اخرى من عندي انا، يعني انت اختار ثلاثه وانا بختار ثلاثه، بالثلاث حبات اللي انت راح تختارين راح تحطين له فواكه خضروات. ومن السناكس الخفيفه والصحيه الوايد امهات ما يعرفون عنها الفراخ او البوب كورن، جدا صحي غني بالالياف وما في دهون طبعا من غير الحين البوب كورن خربوه حطوا فيه زبد وكراميل. لا يا ليت شو حطوا؟ جبن. جبن. لوتس مو بلوتس شو اسمه هذا تشيتوس. تشيتوس صدق؟ ايه وحطوا فيه كراميل وحطوا فيه يعني مليون شيء. يعني احنا ما له داعي نخرب الوجبه الصحيه هاي وهي وجبه رخيصه فعلا، يعني ما بس سووا بالملح. تبون اذا الطفل تبين تحطين عليه زبده عشان شوي نكهه، زبده خفيفه جدا جدا، لا تكونين كريمه حتى في الملح. البوب كورن محمود بالعاده يكون جدا مالح، لا تشتروا من برا، سوي روحك في البيت البوب كورن، بس جدا مغذي واليهال يحبونه وفي الياف وايده ويمنع الامساك ترى البوب كورن. رقم اثنين حتى محمود وجبات الخفيفه الكعك وهذا سووه في البيت يا امهات يا جميلات، لا تشترون من برا، نشتري من برا يكون غني بالزبده عشان تشين نحس طعمه احلى يكون. امهات الجميلات ما يسوون؟ يشترون من برا؟ كل الأمهات جميلات ما في أم غير جميلة. يقول لك مستانسة الدكتورة اليوم ما شاء الله. الحمد لله كل يوم مستانسة وتروحي جميلة. المسجات 400 ستة مو بخمسة. أنا قلت خمسة؟ إيه ستة. ستة. زين المسجات هذه في سؤال توني ماكل عنب من اللانش بوكس مال زميلي في الدوام. خذ لك لانش بوكس بروحك. لا ما 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 لا لا هذا ياكل مال ربيع. لا ربيع جايب عنب الدوام. إيه. منو بعد كان يبيع عنب؟ ام ميرا. ميرا كنت يبيع بعد اتذكر عنب الدوام. الله يحييكم تبون فواكه الدوام لازم انا اتبع الاسلوب. بعد ليش البسكوت مو بصحي اذا الصبح ماكل بسكوت بالهيل على اساس صحي؟ لا مو بكل بسكوت غير صحي، البسكوت اللي يكون غني بالسعرات الحراريه. من شي اقول لكم اقروا السعرات الحراريه المكتوبه ورا السناكس او البسكوت، شوفي كم سعره حراريه يعطيكم الحصه. ويا جماعه الحصه مو معناها التشيز كامل، يعني اقروا الحصه شو مكتوب، مثلا 100 جرام والكيس يكون فيه 400 جرام، يعني تقسمون محتويات التشيز على اربع حصص فتعطيكم الحصه واحده كم سعره حراريه. ما في رياضه الحين عند الاطفال؟ قبل الاطفال في المدرسه عندهم رياضه ومنافسات مدرسيه، الحين وين؟ والله صادق صدق والله الرياضه ما صار لها حيز كبير للاسف. اتذكر نحن على فتره من الفترات يعني الوزاره كانت تجبر جميع المدارس قبل الطابور نص ساعه كانت عندنا حصه رياضيه المدرسه كلها، كانوا يعطونا بعض الرياضات الاولمبيه حتى نتدرب عليها. وحصة الرياضة كانت مهمة محمود، وكان اللي تغيب فيها يعني عقابها عسير، كنا نسوي رياضة ما في حد كان يعتذر. الحين ما اعرف الرياضة ما صار لها
دور كبير، واعتقد انه مهم جدا حتى احنا كاولياء امور نخبر المدرسه ان نرص انه وجود حصه رياضيه شيء مهم. ما نتهاوى مثل المدرسه قررت انها تشطب الحصه الرياضيه هالاسبوع او الاسبوع الجاي او تشطبها من المنهج او تقلل. انتم تواصلوا مع المدارس وبلغوهم ان انتم مصرين على وجود الحصه الرياضيه عشان ننمي حس الرياضه عند عيالنا. لا، وهذا حتى يعني نحن بالنسبه لنا كذلك هذه الرساله نوجهها من خلال هذا البرنامج لوزاره التربيه والتعليم، ان يا جماعه الخير رجاء رجعوا مثل هذه الممارسات. نحن في احوج ما نقول لمثل هذه الحصص وهذه الممارسات، لأن مسألة وايد مهمة أن الطفل يتحرك. صحيح. الطفل يلعب رياضة تكون له الكثير من الأنشطة الرياضية. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنتواصل معاكم عبر مواضيع جديدة، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. زين، نحن أثناء الفاصل كان في سؤال يقول الفواكه المجففة أفضل شيء للأطفال وخصوصا إذا كان في مشوار خارج المنزل، ها دكتورة؟ صحيح محمود، خصوصا البرقوق. بعد مصر شو البرقوق؟ خفريهم الفاكهة اللي وانا شي مو برتقالي بنفسجي. الخوخ الاحمر ولا الاصفر؟ الاصفر صح؟ اثنيتهم يعني مفيدين ولا؟ هي مفيدين محمود. طيب نحن جربنا دكتورة على واحد من الاحداث الصحية المهمة على الخارطة السنوية في امارة دبي اللي هو منتدى دبي الصحي. هذا المنتدى اللي بتعقد اعماله ان شاء الله يوم الاثنين المقبل يعني بتاريخ 15 و16، هو يعني ملتقى لابرز القيادات الصحية العالمية. هنالك تطرح العديد من القضايا الصحية، مستقبل الصحة، الشباب، الاستثمار، الاستدامة. اليوم نحن منركز على واحد من المحاور اللي موجودة عندنا في هذا المؤتمر اللي هو يعني الشباب. فعندنا في الاستوديو الدكتور خالد لوتا رئيس مجلس الشباب في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. بالنور والسرور. طيب المجلس في هيئة الصحة بدبي يجري استعدادات النهائية لعقد أول جلسات المفتوحة، وذلك تزامنا مع انطلاق أعمال المنتدى في دورة الثانية، طبعا دورة 2018. فمحل ما نتعرف على جدول الأعمال للجلسة معك دكتور. أول شيء دكتور بناخذ نبذة سريعة، شو مجلس الشباب؟ شو تشكيلته؟ منو موجود فيه؟ وشو تخصصاته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على استضافتي مرة ثانية في البرنامج. تكلمنا احنا قبل عن المجلس انشئ بدعم من معالي حميد القطان رئيس الوزراء. ما تكلمنا دكتور الحين يمكن عندهم مستمعين يداد ما يعرفون من الاول، يلا بنقول له مره ثانيه. هو نزل تعميم بانشاء المجلس من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الاداره المدير العام لهيئه الصحه بدبي، وكان فكرته انه يبغي يدعم الشباب في الهيئه ويبغي يكون عندهم منبر لأفكارهم لآرائهم لمقترحاتهم، لأن أكثر الشباب عندنا في الهيئة أن طاقاتهم موجودة. صحيح. والإبداعات موجودة والأفكار موجودة، بس يبغون منبر يوجههم أنه يكون أوتلت لهم في. صحيح. هذا المجال. فنحن نتبع مباشرة لمعالي حميد القطامي، فهذا يسبب يعني بيكون دعم كبير لنا يعني. ممتاز. وبخصوص منتدى دبي الصحي صراحة كان في دعم كبير من المنظمين في المنتدى، وخصصونا جزء خاص نحن في المنتدى بس لمشاريعنا نحن. ممتاز. فبتكون عندنا مشاركات عدة، عندنا حلقات شبابية وعندنا على المنصة بعد محاضرات. فبخصوص الحلقات الشبابية هذه بينظم مجلس شباب هيئة الصحة في دبي أول حلقة شبابية في قطاع الصحة في الإمارات. الحلقات الشبابية طبعا مثل ما تعرفون هذه ضمن مبادرات حلقات شبابية، أحد مبادرات مجلس الإمارات للشباب التي أطلقتها معالي هشام بن تسهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، واعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف توفير منصة لعرض أفضل الممارسات ومناقشة الموضوعات التي تهم الشباب وتطلعاتهم. ممتاز. وتساهم في خروج حلول عملية وأفكار مبتكرة للتحديات اللي يواجهونها. الحلقة هذه بتكون بتاريخ 15/1 على هامش المنتدى، وبيكون فيها ضيف شرف،
وبتناول أول حلقة بعنوان العيادات التطوعية. من وظيف الشرف ما تخبرنا؟ والله لأن حين نتريى الأبروفل من عندهم يعني، بس في كل حلقة بتكون عندنا يعني بيكون في ضيف شرف يخص الموضوع نفسه يعني. ممتاز ممتاز. طيب شو المواضيع المطروحة؟ أول المواضيع، أول موضوع عندنا اللي هو التطوع في المجال الصحي، لأن حين تشوفون يعني تطوع في كل المجالات بس صحيح. ما في وعي عن التطوع في المجال الصحي. صحيح. فهذا هاي بتكون أول حلقة يعني بتكون وعي للشباب. ممتاز. والموضوع الثاني بيكون تكنولوجيا في مجال الطب. ممتاز. والموضوع الثالث الموضوع الثاني بيكون تكنولوجيا في مجال الطب، والموضوع الثالث بيكون الابتكار في مجال الطب. ممتاز. دكتور خالد، ذكرت عن العيادات التطوعية، فممكن نلقي الضوء عليها، شو العيادات التطوعية ومنو بيتطوع فيها وين بتكون موجودة؟ أول شيء الإيميل اللي طرشتك هي دكتور، أنا ما أعرف شو سالفة الإيميل، بس أول ما دخل قال أنا شفت الإيميل شو الموضوع لي. شو موضوع الإيميل؟ الإيميل طرشة دكتور خالد عن العيادات التطوعية، إن راح تتم إدارتها بالدكتورات المتخصصات في الطب الأسرة. احنا وافقنا، احنا راح نتطوع كدكاترة، راح نتطوع ان احنا نشرف على العيادات خلال معالجة بنات التخصصات، تخصص طب الاسرة راح يكون تخصصات مختلفة. الحين موضوع يخص الشباب، انت شو دخلت في الموضوع؟ انا بكون مشرفة بعدني الشباب. تفضل دكتور سامحنا. لا ما مشكلة. هالعيادات يعني حقيقة هي الفكرة يعني شفناها من دول في الخارج، الولايات المتحدة وكندا، بس هم يديرونها بطريقة مختلفة. فنحن يعني الهدف المجلس هذا نشوف شو الممارسات اللي في الخارج ونطبقها على الأشياء اللي تناسبنا نحن. صحيح. فهي موجودة في الخارج، طلاب الطب هم يدورون العيادة هذه. ممتاز. بس نحن ان عشان نكون افضل ممارسات والتراخيص والاشياء هذه فكرنا ان نكون عن بإدارة الاطباء المقيمين. ممتاز. فهي العيادة بتكون بشكل كامل تدار بالاطباء المقيمين والشباب المتطوعين. صحيح. وبتكون باشراف اخصائي مشرف على العيادة اللي هو انا يعني، هذا علاقتي بالشباب. اوكي. انزين. طبعا دائما اللي يشرفوا الشيبة هي العيوز. لا سوالف ترى. زين دكتور، نرجع للمنتدى. المنتدى انتم من خلال طرحكم لهذه المواضيع يعني شو تتوقعون؟ كم عدد المشاركين في هذه الجلسة؟ وهل الدعوة عامة مفتوحة للحضور؟ الدعوة عامة، هي الحلقات الشبابية هي يشرف عليها مجلس الإمارات للشباب. فهي تكون يعني هو اللي يشرف عليها ويديرها ويضمن استمراريتها. فنحن نتواصل معاهم ونطرح لهم الموضوع اللي نبغي نطرحه. ممتاز. فهم يفتحون باب المشاركة من طرفهم. منتدى دبي الصحي وين بيكون دكتور؟ احنا غفلنا نذكر وين المكان. في فندق مدينة تجميرة، تاريخ 15 و16. ان شاء الله. واللي يبغي يعني معلومات زيادة او يبغي يسجل في هذا المنتدى، بقول لكم الرقم اللي ممكن تتواصلون معاه، اللي هو 04-311-6300 04-311-6300. بيعطونكم المعلومات كاملة عن المنتدى، واللي حاب أيضا بعد يسجل ممكن يسجل من خلال هذه طرق التواصل. دكتور، في مبادرات تخص المجلس بتطرح للمناقشة، في شغلات جديدة أنتم حابين من خلال هذا المنتدى تخرجون به بتوصيات معينة قابلة للتنفيذ إن شاء الله في الوقت القريب؟ ترى هذه أول مبادرة بتكون هي العيادة التطوعية هذه، يعني احنا بنطرح الفكرة، هذه شغالين فيها انتم. بنطرح الفكرة نحن وبنشوف افكار الشباب اذا عندهم يعني افكار اضافات جديدة ممكن نحطها يعني. ممتاز. نحن حاليا بس عندنا في طب الاسرة وطب العيون. ممتاز. فنفكر يعني يكون حتى في الجانب الاجتماعي كيف الشباب بشكل عام ممكن يشاركون في العيادة هذه. ممتاز. فعشان كيف فتحنا المنبر حقهم، واذا اي حد عنده اراء ومشاركات يعني ممكن نضيفها في العيادة. ممتاز. نحن يعني بعدنا في مرحلة الانشاء يعني. صحيح. فهي تعتبر مثل دعوة مفتوحة لاي شخص عنده افكار ممكن تساعد في العمل التطوعي في المجال الصحي. مثل ما تفضل دكتور خالد، يمكن تطوع في المجال الصحي شوي مو معروف وايد، وما في وايد افكار. دائما تطوع تلاقي في مجالات اخرى. لا في وايد افكار، بس الناس يعني اللي ممكن يتطوعون في هذا المجال دكتورة لازم يكون عندهم باك جراوند صحي، يكون عندهم خلفية طبية يعني. ايه خلفية طبية، او انه دارس طب، او انه هو يشتغل في التمريض في غيره. انا سؤالي هني اللي دائما يدور في بالي دكتور، هل مسألة مجلس الشباب هي معنية فقط بهيئة الصحة ام العاملين في القطاع الصحي؟ مو بس العاملين في القطاع الصحي، حتى الشباب بشكل عام. الشباب بشكل عام. نحن حتى في المبادرة هذه حتى المتطوعين يعني بتكون في برامج اللي هي برامج التثقيف الصحي، فنحن ندرب المتطوعين شباب اليون
في جانب التطوع الصحي. اي حد ممكن يدخل؟ اي حد ممكن يدخل. كيف يتواصلون معاكم؟ الطريق ايميلنا youth.council@dha.gov.ae. اوكي. ويوم بنعلن عن العياده نفسها بتكون في عنا طرق تواصل ثانيه للعياده. بس هالبرامج التثقيف الصحي يعني احنا بندرب المتطوعين وهم بدورهم بيثقفون المرضى اللي بيجون العياده هذه. ممتاز ممتاز جدا. دكتور كلمه اخيره تبغى توجهها؟ صراحه احب اتوجه بالشكر يعني بمنظمين منتدى دبي الصحي، لان هذا مثل ما تعرفون منتدى عالمي وكبير يعني، والمشاركات فيه صعبه، بس نحن هم ما قصروا واعطونا مشاركات عديده يعني، في كل يوم عندنا حلقتين للشباب وعندنا منطقه معينه حقنا نحن يعني. ممتاز. فهذا يدل على يعني دعمهم الكبير لنا ان شاء الله. يعني ان شاء الله اللي حاب يشارك في مثل هذه الجلسات الحواريه وفي مثل هذه الملتقيات، لان بتكون فرصه امامكم للتسجيل في هذا المنتدى. ايضا دكتور يعني وجود مثل هذا المنتدى هو التقاء لابرز العقول العالميه، انا ما بقول اللي في المنطقه بس، لا، هنالك شخصيات عالميه بتتواجد في هذا المنتدى، بتكون فرصه للالتقاء معهم للاستفاده من يعني هذه الخبرات. السنة اللي طافت الدورة الأولى كان في هذا الفرنسي، نسيت اسمه، هذا اللي سوى جمعية أطباء بلا حدود. زين، اللي سوى الجمعية، تذكر اسمه دكتور؟ والله ما أتذكره بس حضرت الحلقة. إيه يعني كان من ليش أتذكر المحاضرة والجلسة هذه؟ كانت لأنها غنية جدا وفيها كمية كبيرة من المعلومات وشخصية عالمية يعني. هذا صحيح. اللي سوى منظمة أطباء بلا حدود، يعني أطباء بلا حدود هي منظمة تطوعية بشكل عام. يعني أي حد يسجل فيها ويروح يكون طبيب يعني، يروح يحضر مثل هذه الفعاليات الخارجية اللي الواحد يدخل فيها. صحيح. ويسافر لبلدان نامية يعني. نتمنى أنكم أنتوا هذا انت يا استلعب في الكمبيوتر، وانا والله العظيم يا طالع الماوس يتحرك اقول يا ربي شو دودت بي يا نمر. انزين عموما مثل هذه الفعاليات اللي نحن نتمنى ان شاء الله كذلك تطلعون فيها انتم كمبادرات، تطلعون ل منقول يعني ما منقول للدول الناميه، ولكن في دوله الامارات تطلعون وتنتشرون وممكن تسوون مثل الكثير من هذه المبادرات التطوعيه. صحيح. هذه فرصه للشباب يعني من خلال هذا المجلس ان شاء الله. وان شاء الله يا رب تكون يعني فرصة جميلة للكل. ودكتور أتمنى يعني لكم التوفيق من كل قلبي. ما أدري كيف الحين بتتحملون ندى إذا ناقصكم حد من الشباب، ترى أنا موجودة، محمود تعدى السن القانوني. لا ما شاء الله الردود كثيرة كانت من المتطوعين، ردود كثيرة كانت. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما. دكتور خالد لوتا رئيس مجلس الشباب في هيئة الصحة بدبي، كنا نتكلم يعني عن الكثير من المواضيع. دكتور المنتدى أنت أبغيك تكوني موجودة بعد. وين؟ بكون لا بروح المنتدى وباي هنا عقب بروح المنتدى مرة ثانية. اوكي يعني بتكونين فاضيه حق المنتدى ان شاء الله. زين بس لحظه، لا منتدى مهم فلازم نحضر منتدى دبي الصحي ان شاء الله. نحن نشوف اذا الجماعه هني بعد ممكن يوفروا لنا تغطيه هناك في المنتدى، بيكون ممتاز، نقدم صحه وسعاده من هناك. اي من هناك ممكن تكون شغله ممتازه يعني. لكن عموما ما طلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل موضوع وايد جميل، بنتكلم عن مبادره عطاء وسعاده لعلاج المرضى المعسرين. شو هي هذه المبادره؟ تفاصيله جميله جدا ما خبركم عنها، لان فيها تعاون ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مساعده المرضى المعسرين، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أول شيء أذكركم بأرقام التواصل على 600-551-4414 والرسالة النصية على 4006، موجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. أطلقت هيئة الصحة بدبي من خلال إدارة التنظيم الصحي مبادرتها النوعية عطاء وسعادة، التي تجمع للمرة الأولى قطاعي الصحة الحكومي والخاص لمساعدة المرضى المعسرين والتخفيف عن كاهلهم اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا، حيث نجحت الهيئة بالتعاون مع مجموعة مميزة من المستشفيات الخاصة في توفير باقات من الخدمات المجانية والخصومات على بعض الخدمات الصحية المقدمة لدعم المرضى المعسرين ماديا. بموجب هالمبادرة النوعية خصصت المنشآت الصحية
الصحية الخاصة الداعمة ميزانية تصل إلى 30 مليون درهم سنويا كدعم منها للمرضى المعسرين، على أن تكون الميزانية موزعة على خدمات يتم توفيرها وتقديمها من قبل المنشآت المشاركة في تنفيذ المبادرة وحسب حالة وحاجة المرضى المعسرين. للحديث عن المبادرة المتميزة معانا في الاستوديو مريم جمال مرزوقي، إداري رئيسي في التنظيم الصحي، ونعمة الخضري منسقة شؤون مرضى في المستشفى الدولي الحديث. صباحكم الله بالنور والسرور، نورت الاستوديو. صباح النور يا هلا. طيب نحن ما نبتدي معاكم، اول شيء تعطونا فكره عامه عن هذه المبادره وفكرتها. اختي مريم، من وين طلعت الفكره وشو هي المبادره بالتفصيل؟ ايوه، المبادره طبعا مثل ما عرفنا عام 2017 كان 2018 عمان للخير يحملان شعار بانيها ومؤسسها والدنا الغالي الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه. هي مبادره تم طرحها من قبل حكام الامارات وقاداتها لترسيخ مبادئ الخير في نفوس اجيالنا لبذل الغالي والنفيس في ارتقاء مستوى هذا الوطن. وطبعا هدف المبادرة طبعا أن يعم الخير على الجميع بلا استثناء. وطلعت المبادرة من إدارة التنظيم الصحي في هيئة صحة دبي لترسيخ روح المسؤولية المجتمعية لدى القطاع الصحي الخاص بالاشتراك في إمارة دبي بالاشتراك مع هيئة الصحة لنجعل الفرد فردا منتجا فعالا في المجتمع، وأيضا لتوجيهات هيئة الصحة لتشمل الرعاية الصحية أكبر قطاع ممكن من فئات المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بما يتناسب مع تطلعات المجتمع والفرد. يعني ميزانية 30 مليون ما شاء الله ميزانية كبيرة لدعم المرضى المعسرين. نبغي نتكلم عن شركاء الهيئة في تنفيذ هذه المبادرة. أيوة طبعا شركاء الهيئة من القطاع الخاص شملت 6 منشآت صحية، من ضمن 6 منشآت صحية مركز واحد من المراكز الموجودة في دبي وأعلنوا عنها في الجرائد أعتقد أسامي المستشفيات، منها المستشفى الدولي الحديث ومركز فقيه للأخصاب، مستشفى زليخة، وعندنا بعد مستشفى بالهول ومستشفى الكندي تخصصي ممتاز ومستشفى الإمارات ممتاز. تتواجد معانا من مستشفى الدولي الحديث الأخت نعمة الخضري منسقة شؤون المرضى. نحن نبغي نتكلم عن سامحيني دكتورة ندى، بس ما ندخل نتكلم عن يعني هذه المبادرة بالنسبة لكم. أول شيء شو اللي شجعكم أنكم تدخلون؟ ثاني شيء خبرينا شو اللي بتقدمونه من خلال هذه المبادرة؟ السلام عليكم. بالنسبة للمستشفى الدولي الحديث اللي شجعنا ندخل بهذه المبادرة هي مبادرة الحكام الإمارات بمبادرة العطاء وال يعني اللي أنت طلعت ب 2017، فسمع عنها دكتور حفيظ الرحمن اللي هو خبير جراحة الأمراض النساء، بما أنه هو دكتور وكان يجي حالات مرضى كثيرة بتعاني من أنه تدفع رسوم وتسدد هذه العمليات هذه، فسمع بالنسبة لهذه المبادرة واتصلنا بالتنظيم والتثقيف الصحي في هيئة وصحة دبي وعرضنا عليهم أنه نعمل 100 عملية جراحية مجانية للمرضى المتعسرين خصوصا السيدات اللي انتم عارفين هم اساس المجتمع. صحيح. اختي نعمة، كيف يتم تحديد الحالات اللي بتكون ضمن هالمبادرة؟ بتيجي المريضة عنا تتصل فينا، هلا بما انه نحن على الهواء والناس عم تسمعنا بتيجي على المستشفى بتتصل فينا، في ناس يعني متخصصين انه يردوا على المرضى سواء بالتليفون او يقابلوهم، فبتكون الاستشارة مجانية، دكتورة أمراض نساء بتشوفها وبتحدد مشكلتها ويعني وبنشوف بنطلب منها الأوراق الرسمية والأشياء اللي مثلا المتطلبات اللي هي عنا دوكيومنت بالنسبة للأشياء اللي بتخص هذا الموضوع جراحتها أو عمليتها، ونكون بالتعاون مع تنظيم التثقيف هيئة الصحة ونبعث لهم الأوراق المطلوبة، هم بيبعتونا الموافقة على هاي العملية بفترة بتكون سريعة جدا، بحيث لو كانت المريضة يعني بحاجة لأنه تعمل عملية بأسرع وقت نعملها إياها. ممتاز. في شروط يجب توفرها في الحالات عشان يتم قبولها ولا أي حالة معسرة سيتم قبولها من ضمن عطاء وسعادة؟ ما هي الحال
أعتقد تسألين عن الآلية اللي ممكن يعني يتم في تقديم الخدمة. طبعا المريض لما يصير لأي مستشفى من المستشفيات المشاركة هناك فبالتالي شيء طبيعي أنه يدخل عند الدكتور. صح. فلما يدخل عند الدكتور احنا طبعا أعلننا عن باقة الخدمات اللي كل مستشفى بتوفرها. فطبعا مستحيل مريض يسير مثلا مستشفى الإمارات ويطلب من 100 عملية جراحية نسائية. صحيح. فبالتالي المريض يعرف أنه عنده مشاكل نسائية بيصير عند دولي الحديث. صحيح. بيقابل الدكتورة. الدكتورة بتحدد الحالة الطبية وبيرفعون الموضوع عند المكتب اللي عندهم. عندهم كوردينيتر يتعامل مع الكوردينيتر عندنا في الهيئة وفي أوراق ومتطلبات هي نفس الأوراق المتطلبات اللي ممكن أي جهة حكومية تطلبها في حال أن أي حد بغى يستفيد يكون عشان يتأكد أن فعلا الشخص يستحق. ممتاز. يستحق الخدمة هاي من خلال الخدمة. نعم. فمن ضمن هاي المتطلبات اللي هو شهادة الراتب عندنا الشهادة من البنك آخر 6 شهور الوثائق الرسمية من جواز من على أساس تتأكدون أن هذه أيوة. هذه الحالة تستحق المساعدة. أيوة. بس هاي بيطرشونها لهيئة الصحة أن قسم الخدمات الإنسانية والمجتمع هم اللي بيأخذون الأوراق بيردون عليها بأن موافق أو تم رفضها لل المستشفى لرفع لهم الأوراق. ممتاز. طيب وبعدها تحولون على المستشفى المتخصص في هذا الموضوع وهم يتابعون مع المريض. نذكر بس إذا في أرقام تواصل معاكم أو إيميل أو شيء معين ممكن يتواصلون فيه معاكم. طبعا لو بغوا يسألون عن الخدمات المقدمة لكل مستشفى لها باقة من الخدمات فهم داخل المستشفى يتوجهون أول يتوجهون داخل المستشفى على طول بيكون. ممتاز. لتسهيل عملية يعني الاستفادة من الخدمات الموجودة. الأوراق المطلوبة دكتورة موجودة عندهم كل مستشفى. خلنا نذكر مستمعين فيها مرة ثانية اللي ذكرت فيها شهادة الراتب والأوراق البنكية آخر 6 شهور وتكون الجواز السفر صالح. ممتاز. بيكونوا كمان عندهم بالنسبة لعادي الإقامة ضمن جواز السفر. ممتاز. هو أكيد لازم حيكون. هل في ميزانية وطبعا الهوية تكون صالحة أكيد. هل في ميزانية محددة للمرضى ولا هي ميزانية مفتوحة حسب الحاجة؟ مفتوحة حسب لا بالنسبة أعتقد الدول الحديث حدوا ميزانية 5 ملايين درهم لمئة عملية جراحية نسائية. ممتاز. سنويا. ممتاز. وهذا تشمل العملية والمتابعة ما بعد العملية ولا فقط العمليات الجراحية؟ هذه طبعا لأنه لازم المريض لما بيجي بيعمل العملية لازم له متابعة بعد العملية. متابعة بتكون هاي بعد العملية نطمن أنه في كل شيء سليم. ممتاز. لازم هذه. ممتاز جدا. ميرا معانا عادل ولا بعد شوية بيطلع ويانا عادل مداخلة. طيب أنا هني يعني اللي عايبني في هذه المبادرة حقيقة هذه الشراكة الجميلة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. أيضا يعني هذه الرسائل المجتمعية الإنسانية اللي تبعثها هذه المستشفيات والمراكز اللي أنا أبغي أذكر أساميهم مرة ثانية لأن يستحقون الذكر. اللي أنا كتبته مستشفى بالهول. أيوة. المستشفى الكندي. أيوة. مستشفى الإمارات معاكم. نعم. أوكي. مركز فقيه للإخصاب. نعم. إنزين. وأيضا والمستشفى الدولي الحديث. مستشفى الدولي الحديث وزليخة طبعا. وزليخة. جميل. ليش دخلتوا في هذه المبادرة؟ والله هو دكتور حفيظ الرحمن اللي هو خبير وأخصائي جراحة مناظير هو بيعمل نفس هاي المبادرات بالهند. هو عنده هو ممتاز. ممتاز. ايوه هو بيعملها بالهند. فهو حب انه شاف كتير مرضى لما بيجوا عنده بيجوا بيشوفوه مره وما بيعودوا بيقول لهم مثلا بيقرروا العمليه ما بيعودوا يرجعوا بسبب التكلفه. طبعا تكلفه العمليات كان يسال مثلا يسالنا ليش ما رجعوا نقول له لانه التكلفه. فقال لا انا بدي اعمل هاي المبادره. هو على فكره جراح مناظير يعني رائع جدا. ممتاز. في عمليات ممتاز.
نعم. ممتاز. هل هناك في خطة للتوسع في المبادرة نفسها؟ يعني حاليا دكتور حفيظ رح يكون تخصص جراحة النساء، فوين خططكم؟ فشو الخطط المستقبلية للتوسع ممكن في هذه المبادرة؟ حنشوف هذه المبادرة شو حيكون إنتاجها وكيف حيكون ردة فعلها وحنكملها طبعا. ممتاز. أي شيء الواحد بيكمله إذا كان ناجح. أختي مريم حابة تضيفين شيء على النقطة هاي؟ لا والله بغيت أشكر صراحة سواء مستشفى دول الحديثة والمستشفيات المشاركة روحهم المجتمعية صراحة اللي دخلوا فيها صراحة ويانا روح العطاء اللي اقتبسوها وخذوها من قاداتنا ومن مجتمع الإمارات. ممتاز. طيب أنا هني عندي بعد كذلك أبغي أشوف هل المجال ما زال مفتوح للمستشفيات والمراكز الصحية الأخرى اللي حابين ينضمون لهذه المبادرة؟ أكيد أكيد المجال مفتوح لأي حد بغى يعطي في هل في مجتمعنا بلدنا الكريم. كل أيادي البيضاء كل أيادي الكريمة طبعا مرحب فيهم طبعا. في أي وقت بغوا يدخلوا معانا بالمشروع. جميل. أنا بأخذ هذه المداخلة سامحيني دكتورة من أخونا عادل. صباح الورد أخوي عادل تفضل. صباح النور أختي كيف حالك بخير؟ خير الله يسلمك تفضل. أختي الله يجزك الخير إذا ممكن حبيت صوتي ورسالتي توصل إلى قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة دبي. أنتم كما تعلمون بأن من بين الأسلحة القوية اللي بتساعد في محاربة سمنة خصوصا سمنة الأبطال هناك العامل التثقيفي والتوعوي. صحيح. لأن هذا هو السبب اللي خلاني أنا نفكر في مبادرة حق تخصيص واحد مسرح خاص بالطفل. وهو المسرح التوجيهي تربوي إرشادي كيهدف بشكل مباشر لإيصال مجموعة من الرسائل للأطفال للحفاظ على الصحة والسلامة. وفي نفس الوقت عنده واحد مجموعة من الأهداف الثانوية الجنب الصحية اللي تتكلم على الوطن على الصدق على الأمانة على مجموعة من الأمور يعني الأخلاق والجانب الأخلاقي والسلوكي. ممتاز. أنا اختيار بنبدأ بالنسبة للمسرحية هي جاهزة ولكن الإشكالية اللي عندي حاليا هي إشكال غطاء مادي وكنشتغل حاليا أنا واحد كنشتغل واضح اقتراحك واضح اقتراحك أنا أتمنى أنك أنت بعد تقدمه كذلك على جهات المعنية. لا هي أصلا حتى في على الابليكيشن الخاص بالمقترحات بالنسبة لي لإمارة دبي في تطبيق خاص بالاقتراحات. أيضا أنا شاكر لك يعني هذا الحماس وهذا هذا العطاء. يمكن ما تكون هيئة الصحة هي المعنية بتطبيق هذا الاقتراح. أنا يمكن إذا تتوجه هم سمعوك حين رسالتك طلعت على الهوات ممكن تتوجه لهيئة الثقافة ممكن يكونون هم المعنيين أو وزارة التربية أعتقد كذلك ممكن عندهم مسرح حتى مسرح الطفل في مدينة الطفل يعني أنت بمن موجه للأطفال فممكن تتوجه لهم وتقدم الفكرة هاي. فكرتها طيبة دكتورة تعرفين لو تضاف عليها أن مثل هذه الرسائل كلها توجه نحن نحاول نطبقها قدر الإمكان ولكن نتمنى التفاعل المجتمعي الكبير في هذا المجال أن تكون هناك حتى فيديوهات تكون هناك ألعاب. سوينا يعني مجموعة تطبيقات في الهيئة سوينا مثل سمكة بطوني والمبادرة حتى سووها محمود قسم التغذية بخصوص الحضانات للتأكد من الطفل يأخذ كميات مدروسة من الأكل. المبادرة كان جدا جميل بس ما أذكر اسم المبادرة اللي سووها في مجموعة من الحضانات. فهذه يعني كلها مبادرات ولكن نحن كهيئة صحة يعني نحتاج تعاون من جميع أفراد المجتمع مثل فكرة طرحها أخونا عادل إن في مسرحية. فهل أفكار اللي ممكن تكون موجودة عشان تنشر الوعي بين الأطفال تكون فكرة جميلة ترى. نرجع لعطاء وسعادة لعلاج المعسرين مجانا بهدف إشراك مستشفيات القطاع الخاص في علاج المرضى المعسرين ضمن مبادرات عام الخير عام زايد زايد العطاء زايد علمنا معنى العطاء ومعنى الخير. فوجود مثل هذه المبادرة
بميزانية ضخمة صراحة، وإن شاء الله يا رب. أنا كتب غسل الدكتور حيد تقول 30 مليون. عايزين الرقم هاتي بتقول 30 مليون. في عنا مداخلة ميرا، ناخذ المداخلة. ألو، السلام عليكم. يا هلا، تعرف عليك وخبرنا. يحيى أستاذي معك. يحيى تفضل. يا أستاذ يحيى. أستاذي الكريم، وكان في حالة إنسانية لوحدة من الفلبين كان عندها مشكلة في الشحن التاجي وكانت محتاجة عملية، وهي حاليا مش شغالة، فهي راحت لجمعيات خيرية طلبوا منها الأيدية أو الهوية الإماراتية السريعة. زي ما نعرف هي سابت الشغل وحاليا ما عندهاش الإمكانية أن هي تعمل هوية أو إقامة خصوصا لظروفها المادية. لو في أي طريقة أو قناة لمساعدتها يعني، لو في إمكانية. طيب ميرا، خلي الرقم يحيى عندك تحت الهوى. انزين، خلك على الخط، بتاخذ رقمك ميرا ونشوف شو الامكانيات. نحول الموضوع على مكتب الخدمات الإنسانية، ممكن يشوفون الموضوع. مثل هذه الحالات ممكن قد تتكرر، يعني في اكثر من شغلة يعني. هذه يمكن تكون خارج الشروط اللي انتم حطيتوها. نعم. كيف ممكن تتصرفون معها في هذا الموضوع على اساس تدخل في مثل هذه المبادرة؟ احنا طبعا من الشروط ان يكون من مقيمي دولة الامارات، يكون عندهم اقامة شهرية المفعول، او من مواطني دولة الامارات. يعني هاي شروط مهمة يعني للتقديم. ممتاز. جميل، على اساس نضمن ان 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 الـ 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 يعني الحالة تكون مدروسة بشكل سليم، وهي بالفعل محتاجة لمثل هذه المساعدة. صحيح. عموما يعني دكتور، نبغي ناخذ كلمات أخيرة لأن الوقت خلص. ناخذ كلمة أخيرة من عند الأخت نعمة الخضري، تعطيني كلمة أخيرة بخصوص هالمبادرة الجميلة عطاء وسعادة. هذه مبادرة عطاء وسعادة هي تكمل لسلسلة مبادرات حكام الإمارات الله يجزيهم الخير، ما مقصرين لا مع المواطنين ولا مع المقيمين. صراحة مبادرات جميلة جدا، صارت امتداد لأشياء كثيرة، عم بيعلموا الصغير والكبير. صحيح. إنه يعمل مبادرات وعطاء. أكيد. يعني صراحة نشكرهم جدا على تعليمنا لهذه الأشياء وهذه العطاءات. أخت مريم، صراحة أعتقد لأن اليوم يوم عطاء من رب العالمين، الجو حلوة برشين يقولوا لي مطر برا. أعتقد أن أنتم بعد ها استقصدتوا أن العطاء والسعادة تكون بجو السعادة والعطاء. سبحان الله سبحانه وتعالى أكرمنا فيها. صحيح. الله يوفقنا إن شاء الله دائما نكون بحسن ظن الجميع. إن شاء الله إن شاء الله. شاكرين لكم مبادرة جميلة. تفضل أختي نعم. بس كنا بنحب إذا بنحب أي حد مشان اتصال على مستشفى الدول الحديث 04-406-3002 أو 3001، ويطلبون حد معين ولا البدالة على طول؟ البدالة على طول، والمواعيد أي شيء بخص هذا الموضوع بنعطيهم الأشياء اللازمة. جميل. ممتاز. مريم، أنا أتمنى مستقبلا إن شاء الله في المستقبل القريب أن ننظم حلقة كاملة نستضيف فيها جميع الممثلين الخاصين بهذه المبادرة. وأيضا نبغي نتحدث عن هذه المبادرة بشكل كبير، وتكون فيها إنجازات إن شاء الله من خلالها استقبال حالات كبيرة في هذه المبادرة. يعطيكم ألف عافية. هذه رسالة أيضا نوجهها لجميع رجال الأعمال بشكل عام، وأيضا العاملين في القطاع الصحي. يا جماعة الخير، يعني الاستثمار في العطاء أو العطاء في القطاع الصحي يعني طعمه غير. أكيد. لأن بأمانة يعني تحس إن بالفعل وصحة الإنسان لا ما تعوض، ما في شيء يقدر يعوضه. يعني الأكل ما تتمن. أكيد أكيد. فالعطاء في المجال جدا ما تتمن. أي أيوة ما شاء الله. جزاكم الله خير، مشكورين. وشكرا للأخت مريم جمال المرزوقي إداري الرئيسي في إدارة التنظيم الصحي، ويعطيكم العافية على هذه المبادرة وكل من يساهم ويشارك في مبادرات العطاء والخير. شكرا لك الأخت نعمة الخضري منسقة شؤون المرضى بالمستشفى الدولي الحديث. كل الشكر لكل الأطراف اللي ساهموا في هذه المبادرة اللي تصل ميزانيتها إلى 30 مليون درهم، وإن شاء الله تزيد وتزيد أكثر، لأن بتشيل الكثير من وبتخفف الكثير من المعاناة المرضى المعسرين. أكيد. اقتصاديا نفسيا واجتماعيا. أكيد. شكرا لك يا أميرة الخفلي كانت معنا في التنسيق، وكل الشكر لمخرجنا نمر محمد عبده. شكرا لك دكتورة ندى الملا. شكرا لك يا محمد. لا تبطلي عين والله بقول زين.
هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.